مساء الخير، أنا سفريدة. مساء النور. يا ترى إيه بقى الحاجة الخطيرة اللي أنت جايبينها عشان في منطقة مقطوعة زي دي؟ أنا صلاح بيه. كنا رحنا معايا يا ابني بدل ما سيبناه يروح لوحده كده. وعن يدك يا شيخ صالح، هو عايز يروح لوحده؟ ربنا يعينه بقى، كل واحد اضرب ظروفه. على رايك. وبعدين ده معاه ربنا اللي اقوى واحن عليه من الكل. ربنا يوفقه يا رب. نزل سلاحك يا صلاح بيه. املا لي كمين استهانم. مفيش حد عامل لك كمين. بعدين انت بسبت القضيه. لما انت عارف ان انا سبت القضيه، سمعت ايه اللي انت بتعمله ده كله؟ نزل سلاحك واحنا نتكلم. مش هينفع. حتى لو كنت سبت القضيه، انا لسه راجل امن، وشغلتي ان لو قابلت مجرم لازم اقبض عليه. انت عارف ان سليم بريء يا صلاح بيه. بعدين جاي النهارده وجايب دليل براءتي معايا. واللي معاه دليل براءه يعمل اللي انت بتعمله ده؟ عندك حق، بس الدليل اللي معايا يطلعني بريء قدامك انت بس، لكن ما يخرجنيش بره القضيه. بعدين اسأل نفسك ليه انت بالذات دورت عليك مره واثنين وثلاثه؟ مش انت ظابط حقاني ومحترم وعمرك ما جيت على حد، حتى بعد ما سبت القضيه غصب عنك؟ اسمعني، نزل سلاحك واسمعني. ابوكي فين يا هدى؟ مش هنا. ويا ترى انت لوحدك ولا سايب لك حد من الرجاله اللي كانوا معاه عشان يونسك؟ لم لسانك يا عطيه. كده ماشي. قسما بالله انت ما كان ليك الا ابو مصعب هو اللي يعرف يشكمك. طب يلا انجز بقى بدل ما اهبش فيك. شكلك لوحدك صحيح. حضرة النظر هرب وسابك ولا ايه؟ عشان عارف ان احنا عمرنا ما نتعدى على حرمه لوحدها. الشيخ صالح ابو فضه ما يهربش ولا حتى من الموت. هو راح مشوار وسابني عشان عارف ان انا بعشر رجال من عينتك انت واللي معاك. عيل الكلام يا هدى. انا عامل حساب انك حرمه لوحدك صحيح، بس للصبر حدود. فعلا للصبر حدود. فيا ريت بقى تنجز وتقول جاي ليه يا عطيه. طب بلغ ابوك اني ما بتهوش، وان اول ما المهله تخلص بالدقيقه هجيب البيت ده على اللي فيه بالبلدوزر والرجاله، سواء فاضي او مليان. السلام عليكم. صدقتني؟ بس الفيديو ده بيقول ان تامر ابو المجد هو اللي قتل البنت، لكن ما بيقولش مين اللي قتل زياد. عشان كده ما وديتوش النيابه وجيت لك بيه، عشان النيابه عايزه دليل واضح. مش فاهم تقصد ايه. قصدي انك بعد ما شفت الفيديو ده اكيد مش مكدبني، وان زياد صور تامر بعد ما خبط البنت وجالي بعديها رحت امسك الواد موته زياد ولبسه لي انا وهو، عشان احنا الوحيدين اللي عارفين. مجرد كلام نظري. انت عارفهم كويس وتعاملت معاهم كتير، بعرف ان هم ما بيرحموش واديهم طايل. دول حتى بعدوك على القضيه عشان ما مشيتش على هواهم وعملت اللي هم عايزينه. بس انا ما افتكرش ان لطفي والمجد يعمل ده كله لوحده. ما هو مش لوحده. لطفي ونشأت وحماد وتميم وزناتي ويعلم مين كمان معاهم. انت عايز مني يا سليم، خصوصا انك عارف ان انا سبت القضيه. عايزك تصدقني عشان مفيش غيرك دلوقتي اثق فيه. وافرض صدقتك، هتفرق معاك؟ هتفرق. على الاقل انا وانت نبقى في خندق واحد. شادي؟ شادي؟ قوم يا حبيبي تعالى نام جوه. كويس يا ابني؟ اه
رامي ازيك؟ انا تامر. على صحتك من النوم ولا ايه؟ لا لا، انا كنت عايزك في موضوع تاني كده، مش بخصوص سليم انصاري يا رحيم، حاجه ليها علاقه بالانترنت وكده. طيب شوف مواعيدك كده ولو ينفع نتقابل. ماشي، بس الموضوع بالنسبه لي مهم يا رامي. ها ماشي يا معلم، استنى تليفونك. متشكر. هو ده كل اللي حصل يا عم صالح. ربنا يا ابني يضلل بساتره علينا ويجعل ايده فوق ايدينا ان شاء الله. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. خليها في بالك على طول يا ابني. ربنا يسترها ان شاء الله. يلا بينا نطلع بقى المشوار بتاع ابراهيم. معلش يا ابراهيم عطلناك. يا ولا يهمك سليم بيه، احنا يا دوبك نحسبها. افترز انا مش عايز اسمع لك صوت. اخوك اتاخر. ده مش كويس لا عشانك ولا عشانه. دلوقتي يجي. ابراهيم لا يمكن يسيبني في المصيبه دي ابدا. طب ركزي معايا كده عشان نعرف هنعمل ايه بالظبط. اخوكي بسلامته طلع حويط، وعشان يضمن ان ما لعبش معاه الدنيئه هيدخل هو الاول وراس ليه. احنا بقى نعمل ايه؟ هنطلع احوط منه. اول ما يجوا نشوفهم استخبي انت كده، وانت ابراهيم اول ما يشوفك هيجر عليك وياخدك ويمشي. وبعدين؟ ولا قبلين بقى هو هيجر عليك ياخدك. وانا مني لسليم الانصاري. مالكش حق عطية تشد عليها بالطريقة دي. ده مهما كان البت برضه دي بت كلب. في ايه؟ انت متغاظ عشان ما اتجوزتهاش ولا ايه؟ مين ده يا حاج اللي اتغاظ؟ انا ابو مصعب برضه اللي تترمي تحت رجله خير نساء الدنيا وخير حريات الجنة كمان ان شاء الله. ده كان مجرد حل مش اكتر، وهم الخسرانين ان هم مرضيوش بيه. طب افرض المهلة خلصت وهم مشيوش، هيبقى ايه الحل ساعتها؟ أبو مصعب إذا قال فعل، قسماً بعزة جلال الله لو ما استلمتش البيت قبل ما المهلة تخلص لكون هادد البيت على اللي فيه. وهو إيه اللي هيخليه يجي حتة بقطاع زي دي كده من قطاع إبراهيم؟ ما تشغليش بالك بقى، أنا قلت له يعمل إيه بالظبط؟ هيفهمه إن هنا مكان يجي يستخبى فيه هما الاتنين، ولازم يجي عايله. سلام، هما مستخبيين فين دلوقتي؟ وأناش عرفني دلوقتي أنت بترد كتير ليه؟ ما تستني ولما يجوا هتعرفي كل حاجة. ابراهيم نورا، تعالي يا نورا، تعالي يا حبيبي. ابراهيم ابراهيم، هو الثغر ده اللي هيخليه يطلع ابراهيم ويجي مع حته مقطوعه زي دي؟ ما تشغليش بالك انت، انا فهمت هيعمل ايه. هيقولوا ان ده مكان جايين يستخبوا فيه لازم يجي عايل. يا سلام، على اساس ان هم مش مستخبيين في حته دلوقتي؟ هو انت بتزهقني ليه وبترد كتير ليه؟ هو قال ان عنده مشاكل في الحته اللي مستخبيين فيها، وصلنا للحل ده. اسكتي بقى شويه. في يا ابراهيم؟ انا غلطت غلطه كبيره قوي، ما ينفعش ما اسلحهاش بسرعه. هتسيبه يمشي ولا ايه؟ تقلقش، هيروح فين يعني؟ انا هجيبه تاني. طب يا بيه، انا هروح اروح البيت نورة مع سميحة والعيال في المكان اللي انا مخبيهم فيه وهجيلك يا بيه. ما تجيش، روح انت يلا. لا يا بيه مش هسيبك، هوديهم وهجيلك يا سليم بيه، هوديهم وهجيلك. امن نفسك يا بيه، لا يضرب عليك نار تاني. هوديها وهجيلك يا بيه. وما كملتش في اتفاقك ليه مع زنات ابراهيم؟ الخيانة مش سهلة قوي عليا كده يا سليم بيه. بعدين انت بالنسبة لي ربنا العالم اللي في قلبي. يعني زي اخويا بالظبط. وانا مسالم منك. زي ما انت بتقول احنا بين اخوات. ونورة بقت زي اختي. خلينا نفكر بقى ونشوف هنعمل ايه كده نطلعها من عند زناتي من غير ما تتأذي. وبالمرة نكسب اللي عمله زناتي فينا.
هتعمل ايه بقى دلوقتي يا زناتي؟ معرفش يا صفاء، معرفش. يعني ايه ما تعرفش؟ ما قلت لك من الاول سيبك من اللي في دماغك ده خالص يا زناتي، برضو ما سمعتش كلامي. بقول لك ايه، انا مش ناقص تعطيه مع المسه، كنت عايزاني اسيبه يعني. ما انت كده كده سيبته يا زناتي. لا يا صفاء، انا كان عندي حق، سليم مش هيرجع غير لما رقبه واحد فينا تطير. رقبتي، رقبته. انت عايز تسخنه عليك اكتر ما هو سخناني يا زناتي؟ المره دي ما ظبطتش، هتظبط المره الجايه. هو لسه في مره جايه؟ لازم يا صفاء، بس المره الجايه مش هبقى لوحدي. يعني ايه؟ يا متر، أنا لازم أشوفكم. لا دلوقتي. سلام. لا، أنا ماليش في الحكاية دي نهائي. يعني إيه يا حاج الكلام ده؟ يعني اللي سمعته أنا. جرايه يا متر، ما تفهم الحاج إن إحنا مربوطين سوا للآخر. ما تستهدوا بالله يا جماعة، خلونا نعرف نفكر. نفكر في دي؟ هي عاد فيها التفكير؟ أنا خلاص شبعت مصايب من ورا البني آدم ده. المصايب دي أولها عندك أنت وابنك يا عم الحاج. دي يا أخويا؟ كنت انا وابني اللي قلنا لك روح اكل سليم الانصاري. وانا عملت كده ليه؟ ما انا عايز اقطع عرق واسيح دم عشان نخلص. ولا انا غلطان يا متر؟ ايوه غلطان. غلطان لانك بتفكر من دماغك من غير ما ترجع لاي حد. انت فاهم نفسك اللي بتفهم لوحدك ولا ايه يالا؟ المهم خلاص، اللي حصل حصل. والكلام في الفايت نقصان عقل، خلينا نفكر في اللي جاي. جاي ولسه في جاي. ايوه في جاي، واللي جاي يخصنا كلنا. سليم الانصاري دلوقتي طار وبقى طارين، واحنا مش عارفين بيفكر ازاي. الله يخرب بيتك على بيت اليوم اللي شفتك فيه. والحل يا ناشا هنعمل ايه؟ الحل ان الافندي ده لازم ياخد اجازه. انت تروح بكره تقدم على اجازه، وانا هشوف لك مكان تتوى فيه لغايه ما تعدي الليله دي على خير. بس على الله بقى حكايه البنت اللي اتخطفت دي ما تظهرش وتتقلب على دماغك. ما تقلقش يا متر، انا عامل حسابي. محدش شافني غير البنت نفسها، وحتى مكالمات التليفون كنت بعملها من تليفونها. يعني كلامها قدام كلامي. يا سلام. طب والتاجر اللي انت اتفقت معاه يا بورم؟ حسن الطبع ما يقدرش يفتح بقه، لانه عارف قبل ما يفكر يعورني هعوره. وبعدين يا حاج ما تقلقش، انا زناتي. الله العظيم، ثلاثه ما ودانا في داهيه غير البرمجه بتاعتك دي. مفيش داهيه ولا حاجه. المهم يا جماعه، لازم نحرص الفتره الجايه كويس قوي. وبعدين يا ريت ما حدش يجيب خبر لحماد بيه، عشان ما احناش عارفين رده فعله ايه. تميم بيه، بس عادتك عارف ناجي العوضي ده بتاع كلام كتير، عامل فيها احمد عراب. تمام سعادتك، ما انا عملت كل نصايحك وبعدت عن موضوع سليم الانصاري ده خالص. لا بس انا مش عايزك تقلق من موضوع ناجي دوت، اصل ده ما وروش غير الكلام الكتير. بس ما تقلقش، هو مش ماسك علينا اي حاجه. تمام سعادتك، في امان الله، مع السلامه. يا لطفي، في جديد؟ لا اصل في واحد في المجلس عندنا عمال ينخور وراك. أم طمني لو في أي حاجة ده في موضوع سليم الأنصاري ده، ماشي؟ يلا، سلام، سلام. جدع حوت، عفرم عليك. يعني هم دلوقتي اتقابلوا وبعدين كل واحد نزل لوحده. طب تمام. خلي عينك بقى على زناتي وأوعى يغيب منك، بس من بعيد. ما تخليش ياخد باله، ها؟ ماشي يلا، اتكل على الله، لو في حاجة كلمني. يلا، سلام. الله يعفرم عليهم، ده اكنهم كانوا معانا وسمعوا اللي انت قلته لهم وبينفذوه بالظبط. الحمد لله كل حاجه ماشيه كويس. وانت ناوي على ايه دلوقتي بقى يا سليم بيه؟ بكره نضرب ضربتنا. يا شيخ عزام، الامور كده طولت والخواجه هيزهق. بقول لك يا اسحاق، انت مش سمعت الشيخ عطيه بودانك وهو بيقول الموضوع هيخلص بكره؟ بس يا مولانا ما فيش بس، ما تجهدش دماغك في التفكير. الموضوع هيخلص بكره، وبعد بكره باذن الله هنبدا الحفر. لا حول ولا قوه الا بالله. بكره يا شادي والله العظيم هخلص لك الحوار ده. يا ابني عيب عليك، انا الموضوع ده يهمني اكتر منك. طب انت فين طيب؟ طب ما تجيلي على البيت. لا طبعا، يعني هطمن عليك ازاي يا شادي؟ يعني انت بتكذب على فكره. بعدين تعالى هنا، انت ايه اللي خلاك تاخد المطوه بتاعتي من هنا؟ كنت فاكرني مش عارف؟ طب يا شادي شويه كده واكلمك. يخرب بيت امك، انت ايه اللي جابك؟ اعمل لك ايه يعني؟ وحشتني.
عاوزة يا انجي، ايه اللي جابك؟ الله، ما قلت لك وحشتني. انت سامعك راحت من ضرب ولا ايه؟ لا وحشت امك انت اللي دماغك راحت من الضرب. اعملي حسابك ان انا مش هجيب لك مخدرات تاني. ليه؟ خايف عليا؟ لا خايف على نفسي. قسما بالله انا ما ندمان على حاجه في حياتي قد معرفتك. ممكن افهم ايه اللي انت عملتيه مع شادي ده؟ اعمل له ايه يعني؟ ما هو اللي دخل عليا وانا مصطبحه. وانا بصراحه ما كنتش فايقه الهري ده خالص. في واحده ست تقول لجوزها كده يا فجره؟ عايزه اخلص. انا بصراحه زهقت، ما بقتش اقدر اشوف ولا اسمع حد غيرك. ورايا يا انجي؟ انت فاكراني كاميروني ولا ايه؟ انت بتضربي ايه بقى لك كام يوم هبب عليكي كده مخليكي خربة الدنيا؟ هو انا لازم اكون ضربه عشان احبك؟ انا مش فاهمه انت قفش كده ليه؟ انا كنت فاكراك هتتبسط. وانا ايه اللي يبسطني في البومبه اللي فرقعتيها في وشنا دي؟ هتطلق. مفيش حد هيبقى ليه حاجه عندنا، لا شادي ولا غيره. نعم يا اختي. وبدل بقى جو الحراميه اللي احنا عايشين فيه بقى لنا سنه وشويه ده. لا لا ما يخصنيش انا الكلام ده. امال ايه اللي يخصك بقى ان شاء الله؟ اللي يخصني صاحبي اللي انت كسرتي قلبه. الواد يا حول الله مخه شت منه من ساعه ما عرف بعملتك السودا. عملتي انا اللي سودا؟ وانت عملتك ايه بقى بينك؟ بقول لك ايه يا انجي؟ انت من اول يوم دخلتي في البيت ده وانا مرسيكي. شادي اهم واحد عندي في الدنيا، مستحيل اخسره تحت اي ظرف من الظروف. انت عبيط يا ابني، شادي ايه اللي انت بتحبه وانت مصاحب مراته بقالك سنه وشويه؟ والله بقى بني ادم وكلنا بنغلط. بعدين انت اللي اغرتيني وانا ضعيف من المنطقه دي. انا ما ضربتكيش على ايدك. ولا انا ضربتك على ايدك، وشادي بتاعك ده عارف ان انا مش طايقاه وفضل مكمل، يبقى يستاهل بقى اللي يحصل له. انت عارفه يا انجي ايه الفرق اللي بيني وبينك؟ لا مش عارف. انا متاكد انك مش هتفهمي بس هقول لك. الفرق اللي بيني وبينك ان شادي بالنسبه لي بجد شخص مهم في حياتي واحبه، لكن انت عمرك ما حبيتيه. ده على اساس ايه بقى؟ انك حبيت مراته كده فوق البيعه يعني ولا ايه؟ انا قلت لك مش هتفهمي. وبعدين الحب وبقت ايه؟ انا عمري ما قلت لك اني بحبه. انا لا بحبك ولا ينفع احبك ولا احب غيرك. انا طايق نفسي بالعافيه. شويه الحب اللي قد كده في حياتي متقسمين ما بين امي وما بين شادي. صدقي بقى ما تصدقيش ولا اكلك قطر عشان قرفت. وكويس قوي ان انت جيتي دلوقتي عشان اقول لك الكلمتين في وشك. اللي بينا خلص يا انجي. هتحاولي تتصلي بيا ولا تهوبي ناحيه البيت. خلصت. ريت بقى تسافري ولا تهجري ولا تغوري في داهيه. كده؟ ماشي يا تامر. بس خليك فاكر ان انجي ما تعملش معايا كده. وان عادي جدا ممكن اطربقها كلها فوق دماغكم. ايوه يا باشا. الله، هو كان كلام عيال ولا ايه يا باشا؟ لا يا باشا، مش حسن طبع اللي كرت على فاه ويسكت. حصل ايه؟ حصل ان البنت لسه ما رجعتش، مرات اخوها خفيت هي كمان ومشيت. الله، انتوا بتشتغلوني ولا ايه يا باشا؟ لا ده انا اجيب عليها واطيها واطربقها فوق دماغ الكل. اسمع جر انت، ايه بتاع اللي صوتك وانت بتتكلم معايا؟ ده انا لبسك 100 قضيه وانا قاعد في بيتنا، واخليك تقضي اللي باقي من عمرك في السجن يا روح امك. وانا مالي ابراهيم هبه هو وعيلته؟ ما تروح لو ليك حق عنده خده. بقول لك ايه؟ عليا الحرام من جديد. لو جبت سيرتي مع مخلوق لا خليك تزعل وتجيب ناس تزعل معاك. اوعى تتصل بيا يا جعري انت تاني. يا اخويا بس اهدى كده شويه، لا يجرى لك حاجه. كلهم عليا يا ولاد الكلب. ده انا زنقتي. معاش ولا كان يا اخويا، معاش ولا كان يا اخويا اللي يهوب ناحيتك. اقعد يا زنيتي، اقعد يا اخويا، اقعد يا زنيتي يا حبيبي، اقعد واستهدى بالله كده. كله من سليم ابن الكلب. من يوم ما شفته ما شفتش يوم عدل. وحياتي مش هتتظبط غير لما اخلص منه. يا اخويا ما انت حاولت تخلص منه وما يقدر على القدر اللي ربنا. لا يا صفاء، انا مش هرتاح ولا هدالي بال غير لما اخلص عليه بايدي. يا اخويا ما انت حاولت قبل كده تخلص عليه وما نفعش. انا بس اللي استخبى لنا يومين في حته كده. بعدها ليا ترتيب تاني.